متشكرين يا ست هاني. وحشتيني يا حنان. ايه اللي رجعك بسرعه كده؟ مش كنت ناوي تقعد شهر في اوروبا؟ قلت ارجع بدري عشان نقضي عيد راس السنه مع بعض. ماشي كفايه. ما وحشتكيش؟ قوي. دي الحاجات اللي جبتها لي؟ لا دي جزء من الحاجات. طب فرجني فرجني. الله، كل ده علشاني؟ لا، وانت لسه شفتي حاجة؟ جنان يا سعفان جنان. الله جنان. الله. عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. وبعدين معاك؟ عشان خاطري. لحظة اتأخر على البيت. بقولي لهم أي حاجة. طب أكلمهم في التليفون. بعدين بعدين بعدين. قد كده وحشتك أوي يا حبيبتي. أنا همشي يا سعفان، لحظة اتأخرت على البيت. الو، ايوه كمال، بكلم من شارع الشواربي، بشتري شويه حاجات قبل المحلات ما تقفل. قولي حبيبي، سعفان بيوصل؟ سعفان بيه يا ستي، راح البيت يستحمى ويغير هدوم، قال لي استناه في الشركه لحد ما يرجع. على فكره وعزمنا الليله على سهره راس السنه كده. بقى هيجيب الست مراته معاه. على عموم هي دمها تقيل، انما نستحمل قعدتها عشان خاطر سعفان بيه. لا يا حبيبي مش هتأخر. حاضر، مع السلامة. وبعدين بقى هنرجع للشقاوة؟ اهلا 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 يا هناء، ما تيجي؟ لا معلش، اصلي مستعجله. خدي الشنطه اللي ورا دي. الحمد لله على سلامته. المره دي كريم قوي. مش خطبني يا بنت الايه؟ طب والنبي انا لو منك اخليه يخطبني بجد. واللي في البيت؟ اشمعنى هما بس يا اختي ليهم الحق في اربعه؟ احنا كمان لازم نبقى زيهم. اه. ادي 100 جنيه تحت الحساب، هنشوفكم انتوا الثلاثة بقى بالليل. لا يا حبيبتي، احنا الأربعة. ليه؟ أصل دريتي هتسهر معانا. باي. مفيش فايدة من اللي بتعمليه ده. لا هيرجعلك كمان. لسه عمري ما نمشي لحد دلوقتي يا دادا. ما هو يا ستي طول ما الهبة ده قدامه ما هوش عايز ينام. طب اطلعي انت حضري الحمام يا دادا. حاضر يا ستي. يلا يا عمر، يلا حبيبي. بس يا ماما شوف نهاية الفيلم. هحكولك بعدين. اوبا، احنا مش اتفقنا كل يوم الساعة 8 تكوني نايمة يا قطة؟
هلا. ها؟ عايزك الليلة دي وانت بترقصي مع سعفان بيت فتحيه في الموضوع. موضوع ايه؟ ان اتعين مدير مبيعات الشركة. قول لي يا كمال. ايوه يا روحي. انت بتغيرش عليا. من سعفان؟ ده كل سنة وانت طيبة. انت عارفة يا روحي ان انا بغير عليكي من نفسي. بس فرق يا حبيبتي بين الغيرة وبين الثقة. أنا لو ما كنتش بثق فيكي عمري ما كنت طلبت منك الطلب ده. عارفة مدير مبيعات يعني إيه هنا؟ يعني 1000 جنيه عمولة في الشهر. يعني هجيب لك الخاتم السوليتير اللي نفسك فيه من زمان. وكمان يا ستي أخدك على بيروت ونصيف سوا. يعني ما ترجعش في كلامك؟ طبعا لا. إذا كان كده أكلمه. نسي يا روحي. خدوا بالكم كويس، مش عاوز أي شكوى من أي زبون، سامعين؟ اتفضلوا. بونسوار ميت. بونسوار دكتور مؤمن. سافا؟ بيي فو. كوم سي كوم سا، كل سنة وأنت. وأنت طيب. طلباتك دكتور مؤمن. بقى صح، السنة اللي فاتت دفعنا بومبة والسنة دي آجي ما لاقيش ولا تذكرة. ولا تزعل دكتور مؤمن، تعالى وأنا هتصرف، بس على شرط تيجي متعشي جاهز. طب هات شيلي. بسرعه يلا، بدل ما انت قاعد دافن نفسك في وسط الاشباح. بول وش بيضه وش سمره وش حمره وش ديمي سيزون والمين جيب والميكرو جيب والماكس جيب والبنطلون جيب وما فيش حاجه جيب وكل جيب في جيب في جيب في جيب في جيب. قوم اتفرج قوم. انت جالك حاجه ولا ايه؟ يا ابني انا مش بحلم، انا شفت بعيني. ما حدش قال لي ايه اللي حصل. اللي حصل ان احنا الليله دي معزومين على سهره راس السنه. لا بس انا بذاكر. بقول لك كله جيب في جيب، الطويلة ذات القوام الممشوق، والتخينة اللي زي لهجة القشطة، والرفيعة اللي زي فراخ الجمعية. أبوس إيدك قوم. مفيش وقت، ما نطيحش وقت. طيب. جب 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 جب. من ورانا يا هاني. ميرسي قوي يا كمال بيه، شيك قوي العقد ده يا هاني، تلاقيك رفعت فيه كتير. ابدا، اللي يشوفه يفتكره اصلا، مع ان ثمنه كله 3 جنيه. مش معقول. الصناعة هتقدمي دلوقتي يا توحيدة. فعلا يا سعفان بيه. شايف بتوع الليل واخره؟ شايف بتوع الدانس؟ مش المشرحه والفورمالين؟ دانس 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 دانس. ده يا قليل الادب. لا مؤاخذة، كنت فاكرك بنت خالتي. على السلامة بقى. السلام عليكم. اديتني ميعاد واتقلت. يا سلام. لا تنسيش اللي قلت لك عليه. حاضر. هاي هناء، ازاي؟ اهلا يا سميحة. عندك
ايش اسمك ايه؟ هناء. وانت؟ احمد. ازيك يا احمد؟ يا لسه فاكره اسمي؟ كل سنه وانت طيب هنا. وانت طيب. انا كنت عايز اقول لك مش عارف اقول لك ايه. لسه بتذاكر في البلكونه؟ من يوم بنت الجيران معزلت بطلت الحكايه. بس احنا ما كلمناش الا كلمتين. قلت لك اسمي هناء وقلت لي اسمك احمد. يمكن لو كنا اتكلمنا اكتر من كده ما كنتش فضلت فاكرك طول السنين دي كلها. اتجوزت يا هناء؟ اتجوزت. وانت اخبارك ايه؟ اتخرجت؟ انا في نهايه طب وكلها كام شهر وابقى دكتور. ولسه ساكنين في نفس البيت؟ لسه. إذا كان في شقة فاضية قدام بيتك مستعد أعزل. كل سنة وأنت طيبة. أنت طيب. وأنت كمان هتجيب أسرة كل سنة. كل سنة وانت طيبة يا هناء. وانت طيبة. وانت طيب انت كمان. وانت طيب. عن اذنك مش هشوفك تاني. استناني بكرة الساعة 11 قدام نادي الجزيرة. انا متشكر قوي يا هناء. اكيد اللي عملتيه الليله دي هيغير مجرى حياتنا كلها، والحكايه كلها ما كلفتناش غير كلمتين وطاف لسعفان بيه. قد كده واثق فيا؟ طبعا يا حبيبتي.
انا عارفك نبيها وواقفه جنب جوزك بذكاء من غير ما تعملي اي حاجه غلط. تصبح على خير. وانت من اهله. ما كلمتنيش عن حياتك. عايشة. أكيد عايشة كويس. عشان راكبة عربية. الفلوس مش كل حاجة. صحيح. الفلوس كل حاجة اللي ما عندوش فلوس. عاملة إيه؟ مبسوطة؟ يعني. ليه؟ ما بتحبيش جوزك؟ ما أخبيش عليك. واتجوزتي لي زي كل البنات كان لازم اتجوز. انت عارف احنا خمس بنات وانا الكبيرة وبابا مهيته على قده. كان لازم اتجوز عشان تخف المصاريف وبعد كده اكون سعيدة ولا لا مش مهم. وليه ما حاولتيش تكوني سعيدة معاه؟ في واحدة بتتجوز مش عايزة تبقى سعيدة. أقدر أعرف مين جوزك؟ بدل ما تقعد تحقق كده معايا قول لي أنت عامل إيه؟ بتحب دراستك؟ طبعًا. هتطلع دكتور إيه؟ باطني. أصحابك مين؟ صحبتك مين؟ أصحاب الكتب وكل البنات اللي في الكلية أصحابي. يعني ما بتفضلش واحدة منهم عن التانية؟ عايزاني أقول لك إيه؟ إن في واحدة بفكر فيها لدرجة إنها تشغلني عن دراستي؟ أحمد عاوز اسألك سؤال. ما حاولتش تعرف بعد ما عزلنا جرالي ايه؟ سألت. قالوا انكم عزلتوا مصر الجديدة. قلت الأيام فرقتنا. وزي ما فرقتنا جمعتنا تاني. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي باي. ايه ده ده؟ عربية مرة واحدة؟ طب خليك زينا واحدة واحدة واعرف واحدة تركب موتوسيكل. عرفتها منين؟ تصور يا مؤمن كنت بتمنى اكلمها كلمة واحدة وتمر الأيام ونتقابل واكلمها ببساطة تحكي لي واحكي لها. ببساطة؟ كنت فين يا أحمد؟ فاتتك محاضرتين مهمين قوي. انا كنت في المشرحه. انا بيضت لك محاضره وهقعد في الكافيتيريا بيض لك المحاضره الثانيه. والله خساره فيك. هي قاعده تبيض لك في المحاضرات وانت عمال تلعب في المشرحه. دي مش خيانه، ممكن تسميها معايشه ذكريات. معايشه ايه؟ قالتها فين دي؟ في امراض النساء؟ فكرك الواحد ممكن يتخلص من ذكرياته. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. كويس، كنت خايف اجي ما الاقيكيش جاهزه. والله كمان انا رايحه غصب عني. هو لازم احضر؟ بقى ده كلام. حفله معموله بمناسبه تعيين مدير مبيعات الشركه. معقول ما تكونيش موجوده معايا؟ ما فيهاش حاجه. المهم انت اللي تكون موجود. وانا من غيرك اساوي حاجه. يلا يا حبيبي يلا. ده يومنا النهارده. استكمال فجر. ده كان زميلي في الكلية وكان بيسقط على طول الخط. يا سيدي الدنيا ماشية كده، مش بيقولوا هو كل راجل عظيم. على رأيك. صحتك. <صحيح. تصفيق>
بالك يا ابو علي لما تترقى ويعملوا لك حفله زي دي. ما اظنش. سيداتي وسادتي، إن هذا الحفل الذي نقيمه للأستاذ كمال شكري لهو أبسط اعتراف من الشركة بمجهوداته في مجال الصناعة والتجارة. فإذا نحن أجرينا مقارنة بين حجم الاستثمارات شركة التجارة هذا العام وحجمها في العام الماضي، لاتضح لحضراتكم ما أتاه السيد كمال شكري من جهد. كانت ميزانية الاستثمارات في العام الماضي 300,000 جنيه، فزادت في هذا العام بنسبة 35%. وبفضل الأستاذ كمال واتصالاته الشخصية فتحنا أسواقا جديدة في القارة الإفريقية، ونأمل أن يمتد نشاطه إلى باقي القارات. قسمت لنا إزاي؟ مين كان يصدق؟ بس يا حبيب أمه، بس بلاش عياط بقى يا عمر، بس يلا حبيبي، بس يا بوس، بس يا عمر حبيب ماما، يلا طيب 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 جاي اهو. الله، ادخل يا عم صالح. الخضار يا استهان حطه جوه على الترابيزه في المطبخ. باقي من الحساب قرشين على الترابيزه برضه. كمان لسه 20 يوم على اخر الشهر ومش فاضل معايا الا 2 جنيه. يعني ما احناش كلام على المصروف اللي هو احنا بناكل. اصل مش عارفه اتصرف، اجيبها شمال اجيبها يمين. يوه عشان اعمل لك ايه بس؟ 22 جنيه عمي اللي باخده، 5 جنيه للشقه، 3 جنيه للمواصلات، 2 جنيه للسجاير، وال 12 اللي فاضلين بديهم لك. ال 12 دول مش مكفيين، من يوم ما اتجوزت مش قادر اروح فستان. يعني انا اللي ببعث على نفسي؟ مش قصدي، بس بالطريقه دي مش عارفين نعيش. عشان اعمل لك ايه بس؟ اسرق؟ انا هدور على شغل، لازم اشتغل. اشتغلي تتنيلي، اعملي اللي يعجبك، عشت ايه الهباب دي؟ بلا من يوم ما شفتك عندي في البوتيك. يا ريت يا حبيبتي، ما انت عارفه اصلح لك الفساتين عندي في البيت، اشتغل لك بالحته، مش اقل هطلع لي بخمسه سته جنيه في الشهر، اهم ينفعوا. قلت ايه؟ والله يا هناء، وحياتي عندك يا سميحه،
أنا تعبت قوي، ساعديني. طيب اتفضل يا كاظم بيه. ميرسي. أيدي الفاتورة على الحساب. حاضر، عن إذنك. اتفضلي. ألو، أهلا يا قمر، إزيك؟ عندك سهرة الليلة دي؟ من بختك وصلت لي النهاردة بضاعة. لا مؤاخذة، اللي كنت مش موجودة في باريس كلها. بس اللي فهمته إنك بتدوري على شغل. أيوة يا فندم. ولا تحب أبعت؟ تعرفي تكتبي على الآلة كدبة؟ أتعلم يا فندم. طيب كويس. أنا بدور على سكرتير، ده عنواني. باي باي يا سميحة. باي باي. مبروك يا حبيبتي. على إيه؟ وأنا لسه اشتغلت. أنت عارفة ده مين؟ دي النجدة اللي جاتلك من السما. أو يا حلوة، لو شغلك عنده لا تقولي لا خيطلك فستان ولا اشتغلك بالحتة. هتشتغلي فترة تحت التمرين، وأنت وشطارتك بقى. متشكرة يا بشرفش. ولو انبسطت من شغلك هنبقى ساعتها نحدد المرتب. وفترة التمرين دي مش حابب ما هي يعني؟ ما هي رمزية، نقول 10 جنيه في الشهر. موافقة. فالحة تكسبي 10 جنيه في الشهر، ندفع 7 جنيه شغالة عشان تاخد بالها من الولد، و3 جنيه أكلها، يعني ما عملناش حاجة. وعدني لو انبسط من شغلي هيزود مرتبي. تتعرفي تعملي حاجة عشان تبسط من شغلك؟ أديني بتعلم اختزال، وإن شاء الله العشرة جنيه هيبقوا 20. مش خروحي كده. بكرة تشوف. ردا على خطابكم المؤرخ 17 يناير، نحيط سيادتكم علما بأن الطلب المقدم منكم هو كل يوم نفس الفستان يا هناء. ست حلوة زيك لازم تلبس اللي يناسب جمالها. حاضر يا فندم، لما ظروفي تتحسن شوية. اسمعي، انت سميحة مش صاحبتك، فوتي عليها، نقي اللي يعجبك وانا احسن طمن من ماهيتك. بس سميحة فساتينها غالي أوي، والبيت أولى يا فندم. البيت ما تشيليش همه، أنا هساعدك. مش فاهم يا هناء. أنا إنسان بيقدر الجمال وبيحبك. عبيطة، عايزانا أقول لك إيه؟ يا سميحة ده عارض عليا يساعدك، ومقابل المساعدة دي تكوني لطيفة معاه. يا حبيبتي الدنيا كده والرجالة كده، يا الشرف والفقر والعكننة، يا الفلوس والنغنغة. وساعتها شرف ولا مش شرف كلهم بيحترموك ويقولوا لك يا هانم. أنا كنت متأكد إنك هتطردي من الشغل. يلا دلوقتي البسي عشان نحضر الحفلة اللي في نادي الشركة. وعمر هعمل فيه إيه؟ سيبيه عند الجيران. طب ما تروح أنت لوحدك. إذا كان كل واحد جايب مراته معاه. بس كمان يا كمال ما عنديش حاجة عدل ألبسها. ليه؟ الفستان البامبا ماله؟ ما هو كويس. يلا 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 البسي، بلاش نكد يلا. حاضر. تيجي هنا نقعد جوه مع الناس. هنا كويس، مش شايف الستات لابسين ازاي؟ والله مش ذنبي، ستات اهليهم اغنياء وبيساعدوهم. وما تقولش ليه ان جوازهم الاغنياء ولا ماهياتهم كبيره. احنا جايين نتنكد هنا كمان؟ مش انت اللي بتغلط يا كمال. شيخه المدير العام بتاعنا جاي ناحيتنا، اتيكيت انك تسلمي وانت قاعده، فاهمه؟ حاضر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سعفان بيه المدير العام بتاعنا، هناء مراتي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل.
ان شاء الله تكونوا مبسوطين من الحفله. الحقيقه يا فندم حفله ممتازه. ترى مدام عارف في البيت ولا بتشتغل؟ هي اخذت زوجيه وقعدت في البيت. ايه العيال بقى يا فندم حضرتك عارف؟ والعيال دول يبقوا كام؟ ولد واحد يا فندم. انا قلت كده برضو. اصل الهانم اللي يشوفها يفتكر انها مدموزيل. ده بس من ظرفك يا فندم. ها تشربوا ايه؟ ليمون ومانجا. يا راجل قوم هات لك كاسين. ما فيش لزوم يا فندم. قوم قوم. عن اذنك. والهانم ما عندهاش استعداد انها تشتغل؟ على كل حال اذا فكرتي تشتغلي اتصلي بقى في النمره دي. مش ضروري. يبقى كمان يبلغ حضرتك. وماله؟ خلي الكارت معاكي ممكن تحتاجيني في اي خدمه. تبقى تكلميني في النمره المباشره دي. اتفضل يا فندم. الحقيقه انت منوره الحفله. امال فين كاس المدام؟ هي اصلها ما ميرسي ما بشربش. صحتك يا فندم. صحتك. الحقيقه المدام بتاعتك كلها رقه. عن اذنكم. اتفضل. فرصه سعيده. شكرا. مع السلامه يا فندم. مالك مبوزه ليه؟ عايزه امشي. ليه؟ عايزه امشي يا اخي. انا عارفك ما انتش وش حفلات كده. طب اتفضل. ايه ده؟ كارت المدير العام بتاعك انتهى فرصه انك قمت وادهولي. فيها ايه؟ مش فاهم. لا افهم. انت سيئه النيه كده ليه؟ خلاص من قله استاد هيعكسك انتي. اجمل واحده في الحفله ولا هو ما عندوش نظر؟ وامام الارقام والاحصائيات التي ذكرتها امام حضراتكم يطرح ان الاستاذ كمال عبقريه اقتصاديه فذه يجب التمسك بها ودفعها إلى الأمام وتشجيعها حتى تعود مجهوداته بالخير على الشركة والعاملين بها. أي بص في هنا اهو. ورينا معاك. مساء الخير يا هناء. أهلا حبيبي. مساء الخير يا عم. أهلا بابا. ازيك يا حبيبي؟ يلا هناء البسي بسرعة. ليه؟ سعفان بيعزمنا على بارتي عنده في البيت. ده بيعتبرني صاحبه دلوقتي. بارتي؟ أيوه. لو النبي عارفين انا من حكايه البارتي دي. اوه ما تخليكي مودرن. امال يلا حبيبتي يلا يلا. انا قلت لك يا كمال 100 مره الراجل ده ما بستريحلوش. اوه انت ما حدش عاجبك خالص. لازم تكوني اجتماعيه. اي ست في الدنيا بتقف مع جوزها على الاقل تشرفه قدام الناس. طب وعمرو؟ عمرو هيروح عند الجيران مش كده يا حبيبي؟ ايوه. هنقعد نمرمط في الولد بالشكل ده؟ اوه يعني احنا هنغيب قد ايه بس؟ دي كل الحكايه ساعتين. يلا حبيبتي يلا 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 عمرو يلا حبيبي يلا. اهلا هنا هان. اهلا كمال. اهلا بيك. تفضلوا البيت بيت. شكرين قوي. تفضلي. عن اذنكم دي يا العفو فين. تفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. شايفه الناس اللي عايشه؟ بصي بصي الست اللي هناك دي تبقى مرات المدير المالي. اللي جنبها دي تبقى مرات العضو المنتدب. ما تروحي تصاحبي معاهم دول ممكن ينفعوني في الشغل. روحي. والنبي يا كمال تسيبني في حالي انا ملخومه خلقه. شرفتونا وانستونا. متشكرين يا استاذ. ايه هنا يا هانم؟ الواحد ما يشوفكيش الا في السنه مره. اصلنا ما بنخرجش يا سعفان بيه. ملناش في الحفلات. تحبوا تشربوا ايه؟ اللي تشوفه سيادتك. اتفضلي. متشكرة ما بشربش. انت
بتكسفنيش. شايف يا كمال بتكسفني؟ سعفان بيه مد ايده بقى ما يصحش. ايه كمان؟ ما انت عارف اني ما بشربش. معلش عشان خاطر سعفان بيه، اشربي. في صحة هناء هان. في صحتك. في صحتك. اشربي. ايه ده؟ اجيب لك كوبايه ميه؟ اتفضلي. امال فين المدام يا فندم؟ مدام سافرت يا ستي. راح تقضي لك كام يوم في اوروبا وسايباني لوحدي هنا. دنيا كده. هي تتفسح وانا اشتغل هنا. رجاله تكسب عشان الستات تصرف. محتاجه اي حاجه من باريس، من لندن. اطلبي. ما تكسفيش. ابعت المدام تجيبها لك معاها. على العموم ادي كارثه ثانيه. اكيد ضيعت الاولاني. مين عارف؟ يمكن المره دي تفتكريني. اتفضلي. اطمني يا مدام، لحقناها من اولها. مش لازم يتعرض للهوا. تجيبوا له الادويه دي وياخدها من النهارده. عن إذنك. عن إذنك. اتفضل. هاتي 2 جنيه من مصروف البيت بسرعة. هاتي. مالك يا كمال؟ الدكتور قال حاجة تانية؟ عنده إيه الولد؟ لا مش في اللي عنده دلوقتي، إحنا في الأدوية دي هنجيبها منين؟ خد، بيع دي لحد ربنا ما يفرجها. يفرجها النهاردة وبعد كده. يا ريتني كنت اتجوزت واحدة موظفة، كانت ساعدتني بقيتها في مصيبة زي دي. علب الجواز وسنين الجواز، اللي خلى الواحد يمد إيده ويستلف. هات يا شيخة. يا سيدي بسيطة، أهم حاجة نقوم بالسلامة. اكتب الاستمارة وأنا هديهم تعليمات يخصموا الصرف على 12 شهر. ربنا ما يحرمناش منك يا فندم. أظن هناء هانم الآن. طبعا يا فندم. سلم لي عليها. ضمنها إن أمراض الأطفال ما يتخافش منها. دي هي النهاردة يا فندم هتدعي لك لما تعرف إن سيادتك وافقت على السلفة. العفو. روح انت علشان تلحق الخزنه. على اذنك يا فندم. متشكر. العفو. متشكر قوي. ابعتي لي محمود السواق. سعيدة هنا. أهلا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله، انت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي، اديني استلفت 20 جنيه. بس اعملي حسابك مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر. وتبقي تتصرفي بقى مع اهلك كملهولك. اتفضل. 50 جنيه بقى ابعتهم اتصرف فيهم. الله يفي الخير اللي افتكر. طب بتعيط ليه بقى؟ بدل ربنا فرجك. مفيش. بس صعبت عليا نفسي. Thank you.
الو، لو سمحت ممكن اكلم سعفان بيه؟ ايوه انا سعفان. اهلا 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 بيكي في اي وقت. انا سعيد جدا اني سمعت صوتك. متشكره قوي. انا بكلم حضرتك عشان اشكرك على 50 جنيه، واوعدك اني هرجعهم لحضرتك في اقرب فرصه. انا اولا ما طلبتش انك ترجعهم لي، ثانيا الشكر في التليفون ما ينفعش. لو ما تتضايقيش اكون سعيد لو تقابليني، وهي فرصه اشوفك واطمن على الولد. ارجو المقابله دي تكون سر بيني وبينك. ما يكونش عندك اي فكر، ثقي فيا. تحب ارجع لك الفلوس ازاي؟ فلوس ايه؟ فكرك انا بقابلك علشان اكلمك في الفلوس؟ انا عايز اطمن عليكي. هي كمان انا عارفها بسيطه. هي بسيطه صحيح، انما ادي احنا مستورين. على العموم ما تشيليش هم، زي ما قلت لك اعتبريني اخوك الكبير، وعشان اساعدك انا حرقي كمال وازود له مهيته، واذا احتجت اي مبلغ تاني ما تتردديش. تليفون بسيط، كل طلباتك هتتنفذ. متشكره قوي. لو سمحتي تقبلي مني الهديه دي. ايه ده؟ والحتتين قماش لسه جايين من باريس. يا خبر، لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ هديه بسيطه. ارجوكي ما تكسفينيش. طب بس هقول له ايه؟ يا سلام، اي حاجه. اركيلي يا هناء. خير؟ سعفان بيرقاني، بقت ميتي 50 جنيه، ولو اتبسط من شغله يمكن توصل ل 100. مبروك. الله، انت مش مبسوطه ولا ايه؟ لا ابدا، طبعا مبسوطه. انت كنت بره؟ ها اصل كنت بشتري. اصل كنت فين يا هناء؟ كنت عند ليلى بنت خالتي. بص، ايه دول؟ دول حتتين قماش جابتهم لي ليلى هديه بمناسبه عيد ميلادي. بنت حلال قوي ليلى دي، وفرت لنا كسوه الصيف. يلا بقى يا حبيبتي نتغدى احسن هموت من الجوع. ها يلا. الاسانسير بسرعه يا علي. حاضر يا فندم. مع السلامه يا فندم. ايه كمان عامل ايه في الشغل؟ كل حاجة ماشية عالية يا فندم، ده بفضل توجيهات حضرتك وتشجيعك. على العموم أنت كل ما تشد حيلك هتلاقي الطريق قدامك مفتوح في الشركة. إنك تترقى وتكبر ومعيتك تزيد، وقدامك فرص كتيرة. إن شاء الله يا فندم أكون عند حسن ظنك. طيب اتفضل. اتفضل. شكرا يا فندم، مع السلامة. على فكرة. أيوة يا فندم. ليلى أنا عامل حفلة وعازم شوية عملاء. ممكن تبقى تيجي، وهي فرصة إنك تتعرف عليهم وعشان تكون علاقات. أوي أوي يا فندم. ويا ريت المدام تشرف معاك. إن شاء الله يا فندم. مع السلامة. Thank you.
تسمح ارقص مع الهنا؟ ايوه ايوه اتفضل. اسمحي؟ بس انا ما بعرفش ارقص. اعلمك. سيبه اكيد. كمان. اتفضلي. زي ما قلت لسيادتك. شفتي بقى الرقص سهل ازاي؟ مبسوطة مني؟ اديني رقيت كمال زي ما وعدتك. ميرسي. كل اللي بعمله ده علشان خاطرك. مش لازم الوش الجميل ده يزعل ابدا ولا يشيل هم ابدا. عايز اخليكي اسعد مخلوقة في الدنيا. هناء، لو طلبت منك تقابليني الساعة 6 ترفضي؟ بس هتقولي لي كمال، هشوف طريقة اشغله بيها في المكتب. لكن ضروري قبلك حاجة مهمة لازم اقولها لك. هناء. سعفان بيه كان بيقول لك ايه وانت بترقصه؟ بيكلمني في السياسة. قالكيش حاجة عني؟ قال لي انه مبسوط منك. امتى بقى هيرقيني ويزود مرتبي لل 100 جنيه زي ما وعدني؟ وحياتك يا هناء، الراجل ده احنا مدونين له بكتير. خليكي لطيفة معاه، ده ممكن يوصلني لبعيد، بعيد قوي. كاس واحد مش هيعمل حاجة عشان خاطري. أنا أول ما شفتك ومن ساعتها مش قادر أنساكي. أنا ما بطلبش منك تحبيني، كل اللي بطلبه إنك تسيبيني أحبك. وأوعدك إنك مش هتشوفي معايا أيام وحشة أبدا. ضخمة وإخلاص في العمل وتفانيه فيه لم يكن وليد لحظة، فهو طموح مالك هنا منذ البداية. عمل بالشركة معلش كلها نص ساعة ونقوم وتبوأ مركزا وراء مركز. ما يصحش بفضل دأبه المستمر. حاسة إني تعبانة أوي ونشاطه. هاخد العربية وبأرجع عند التاكسي. رؤسائه له. وهكذا أيها السادة، رأيت واجبا علي أمام هذا الجهد الكبير الذي قام به الأستاذ كمال أن أوجه إليه الشكر على ما قام به من خدمات دليلة للشركة. وشكرا. من فضلك. نعم يا ست هانم. هو الأستاذ أحمد فؤاد موجود؟ موجود يا ست هانم. طب لو سمحت ندهولي. حاضر. خير يا هناء؟ أبدا، حسيت إني عايزة أشوفك. جيتلك كنت بتذاكر؟ يعني أقدر أعطلك عن مذاكرتك شوية؟ بتسأليني؟ تعرف إن دي أول مرة أجي شارعكم من ساعة ما عزلنا؟ كان شعورك إيه؟ حسيت براحة وأمان. ليه؟ يمكن عشان رجعت الأيام زمان، أيام ما كانت الدنيا والناس
وكل حاجة حلوة. ندمانة على الأيام دي هناء؟ جدا، لكن للأسف مش ممكن ترجع تاني. هناء، أنا طبعا معرفش كتير عن حياتك، معرفش أكتر من اللي أنت قلتهولي، لكن بحس في كلامك إنك عينيكي فيها حزن. ليه؟ الدنيا حلوة والناس ما وحشين. وحشين يا أحمد، ما بقوش زي زمان، بيخلوك تعمل اللي أنت مش راضي عنه. إيه اللي أنت مش راضي عنه؟ يلا بينا يا أحمد. الناس ورانا ورانا. معلش، نفسي اهرب معاك، اهرب بعيد عن الناس. ايه اللي حصل يا هناء؟ اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ رحت أشم شوية هوا. عمرو نام يا دادا؟ من بدري يا ستي. تعرفي إن الناس كلها لاحظت لما سبت الحفلة ومشيتي؟ ما بقتش عارف أقول لهم إيه. لازم تشوفي الموظفين اتغيروا ازاي بعد ما ترقيت من كمال افندي بقيت كمال بيه. كمان شويه كنت هبقى كمال باشا. على فكره مش واجب برضه نعزم سعفان بيه عندنا في البيت؟ انت مش وصلت اللي انت عايزه. لازمته ايه بقى نعزمه في البيت عندنا؟ ما هو مش معقول ما نردلوش الجميل يعني. ومش معقول كمان هقعد ال 24 ساعه جامل في سعفان بيه بتاعك. ده اقل ما يجب يا حبيبتي. الراجل اكرمنا في الحفله، لازم نكرمه في بيتنا. انا قرفت بقى، لا عايزه اتكرم ولا اكرم. سيبني نام. ظاهر ان اعصابك تعبانه. تصبح على خير. اخفى عليكي بقى، تقعدي المده دي كلها وما تساليش عني. اعذريني يا سميحه، اصل انشغلت شوي. لازم مع اللي كنتي معاه ليله راس السنه. جو جديد؟ مين؟ أحمد. دي كانت حتة بوسة يا بنتي، ولا بوسة إيب مونتان لبريجيت برضو. ها، وبيشتغل بقى ولا واد من مرايشين؟ لا، لسه ما اشتغلش، هو في نهائي كلية الطب. يا حلاوة، قميل قوي، تلميذ يعني. قرب يتخرج ولا ما يتخرجش؟ اهوت حلوه وخلاص. والنبي ده انا كنت خايفه لا جوزك ولا سعفان يشوفوكي، كانت تبقى مصيبه. يا ريت، عشان كنت اخلص من الاثنين. ايه اللي حصل؟ ابو حميد يخليكي تقلبي على الجوز كده؟ خلاص يا سميحه، ما بقتش قادره استحمل. حاسه اني بمثل ال 24 ساعه. نفسي ارجع طبيعيه زي زمان. لا وحياه ابوكي، مش عايزين خراب البيوت ده. خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه، وحبي بعد كده اللي على كيفك. تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تأثير على النعمة اللي احنا فيها دي. على فكرة انتي ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. ايه
سميحة صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلى منك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا. تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوة. صحيح يا أحمد. صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟ أنا هتجوز واحدة بحبها وبس. وابني؟ أدي حبي ليك يا حبيبي. يا حبيبي مش عايزك تبعد عني ابدا. اعمل ايه؟ انت اللي بتعزلي. مش هعزل المره دي، هفضل جنبك على طول. ادي التقارير اللي سيادتك طلبتها مني. رجعت الميزانيه؟ طبعا يا فندم. الو، من فضلك دقيقة. اهلا يا حبيبتي. لا الظاهر انك نسيتيني. ابدا، بس ظروف هبقول لك عليها ما اشوفك. قول يا سعفان، انا محتاجه ال 200 جنيه ضروري في الشقة. لا مش ممكن. اقول لك استناني بعربيتك قدام قصر البارون. حصل ايه قوليلي؟ سعفان، أنا حاسة إن كمال ابتدى يشك إن في علاقة بينا. هو قال لك حاجة؟ أبدا، بس تصرفاته مش عجباني. رايحة فين؟ جاية منين؟ هبقى أكلمك في التليفون. خايفة لا يكون بلغوا كلام. اشمعنى الكلام هيبلغوا اليومين دول؟ مش عارفة. إحنا لازم نبعد عن بعض شوية لغاية ما يطمن. طيب طيب، سيبيلي الموضوع ده، أنا هتصرف. ادي المبلغ اللي طلبتيه مني. ميرسي. امشي انا بقى. مع السلامة. الله يسلمك. ايه رأيك؟ مش عارف اقول لك ايه. انت مش كنت بتحلم يبقى لنا بيت؟ بس ده كتير قوي. بكره ما تتخرج تعوضني عن كل حاجه. استاذ كمال. ايوه يا فندم. عايزك يا بطل تجهز شنطتك وتاخد طياره لندن بكره ومنها على الكونجو وتخلص الصفقة بتاعتنا. ما الأستاذ سعيد مسافر. سعيد؟ سعيد مش هيحل ولا يربط. لازم تروح بنفسك. مش أنت مدير المبيعات؟ اللي تشوفه سيادتك. أي خدمات تانية؟ لا. شكرا يا فندم. شوف وشك بخير يا سعفان بيه. ما ترجعش إلا ومخلص كل حاجة. إن شاء الله. أشوفك بخير يا هنا. خلي بالك من الولد. ترجع بالسلامة. خلاص اهو دلوقتي بقى مالكيش حجة. بس على الله ما يكونش موصي حد يراقبنا. استنيكي بالليل الساعة 8. حاضر.
الكيس راحت فين يا دادا؟ طيب طيب، لما ترجع قول لنا اني اتكلمت في التليفون، ضروري تتصل بيا، فاهمة؟ تعال. قلت لها اني سألت عليها. أيوة النبي يا سيدي قلت لها. ما تعرفيش يا دادا راحت فين؟ هي ما بتروحش حتة غير عند الست سامحة صاحبتها. الو سعفان بيه؟ مش معقول. اهلا اهلا هناء، لسه خارجه من شويه، لو رجعت اخليها تتصل بيك. حاضر. ماهر تعال على طول. يا فندم جات اخبار من كمان؟ لسه يا فندم. ايه؟ مستعد السفريه ولا ايه؟ مشي يشوف شغل البايظ؟ بعته طلقات حالا. يرجع على اول طياره. حاضر. مش عارفه ايه اللي رجعه بسرعه كده. المفروض كان يقعد شهر في اوروبا. وطبعا هتطلعي تستقبليه في المطار. ولو طلب منك الليله تسهروا سوا مش هتقدري تقولي له لا. يا احمد قلت لك كل واحد فينا بينام في اوضه لوحده. أنا الراجل ده مش متصور إنه يقرب منك ولا يحط إيده عليكي. ساعات تجيلي أفكار جنونية أقول أروح لهم البيت أشوفهم بيعملوا إيه. وساعات أقول أعمل لهم تليفون كل ربع ساعة أنكد عليكم السهرة. قلت لك كل حاجة بيني وبين كمال انتهت من زمان. أمال عايشة معاه ليه؟ سيبيه وروح عيشي مع أهلك لحد ما تخرجوا ونبقى نتجوز. حاضر يا أحمد. بس أنت انتبه لمذاكرتك عشان تنجح. وكل اللي بتقول عليه ده هيحصل. تعلن شركة مصر للطيران عن نصول طائرتها القادمة من لندن. شكرا. اهلا حنان هانم، مسافره انت كمان ولا ايه؟ كنت حاسه اني مترقبه، ده اللي خلاني ما اكلمكش. والتليفونات كمان؟ مش مصدق. عايزه افهم انك بتفكري نسيب بعض؟ مش قصدي، بس لازم تفهمني انا خايفه. انا فاهم، فاهم كويس قوي. على العموم الحمد لله على سلامته. كويس انه جه علشان اقدر اشوفك. انفور زفد بوزيت سويذين ذي بورشي ولسك انتيل تين اور تويلف يرز ابو زيس كيسز وير اولويز كنت. الطياره وصلت من الصبح وما اتكلمتش لحد دلوقتي. زمان هتكلم، ذاكر بقى. اباوت 1960 دكتور. المفروض انها تكون رجعت البيت. تاني ربنا يهدك يا ابن، انت هتضيعنا والامتحانات زمان على الابواب. اوستون ريبورتد مؤمن. تعالى معايا. على فين؟ نوصل لحد بيتها نطمن على اللي حصل. طب انت بتحبها، انا ذنبي ايه؟ معلش يا مؤمن تعالى معايا. تعالى كده ضيعت مني الصفحه. هتضيعها من عشان خاطر. تعالى اتفضل. تعالى حد في ايدك. اهي ارتحت بقى، يلا نمشي. تكذب عليا وتقول ان هم ما بيناموش في اوضه واحده وهي معايا. خلاص نبه عليها من هنا ورايح تنام في المطبخ على البلاط. هي خرجت من الاوضه، تبقى ما بتكذبش عليا. انت حيرتني معاك، بتكذب ولا ما بتكذبش؟ لما تتجوزها بنايمها زي ما انت عاوز ان شاء الله فوق السطوح. يلا بينا لحسن، انا حاسس انك هتفقدني. أنا لغيت رحلتك علشان فات أسبوع مفاوضات مع الشركات الأجنبية وما وصلتش لأي نتيجة. تلغرافاتك كلها مبهمة.
انا على وشك الاتفاق. اتفضل. ويا فندم انا بقول لسيادتك هتقول لي كله موجود في التقرير. وده التقرير ده؟ ده كلام فارغ ما يكتبوش واحد معاه الابتدائيه. ده انا سهران عليه طول الليله يا فندم. وايه يعني؟ مش كتير لما تسهر على تقرير ليله. كفايه المهيئه اللي بتاخدها. الظاهر ان ثقتي فيك مش في محلها. يا فندم انا عملت اللي اقدر. ارجوك تخليني اغير رايي فيك. اتفضل. اكلمه ليه واعزمه ليه على سهره؟ مين قال لك اني عايز اسهر؟ انا تعبانه وقاعده في البيت مع عمرو. يا هناء انت ما بتقدريش المسؤوليه ولا ايه؟ الراجل بيتلكك لي. المهيئه اللي بيدهاني ممكن يعين بيها 10 خريجين جامعه. لازم نسحب نعم معاه. والله اسحب نعم انت لوحدك، دي مش وظيفتي. يلا بيبي. بس الخير بيعم علينا كلنا ولا ايه؟ انا مش عايزه الخير ده، قرفت منه. يا حبيبتي معايا سهره وتعدي بقى. يلا عشان خاطري، عشان خاطري. عشان خاطر عمرو. ها؟ خد يا حبيبي. الو مساء فندم. مساء الخير يا فندم. خدي كلميه. مسكي. يلا يا عمر تعالى ناكل في المطبخ. اصل يا فندم هناء عزمانا احنا الاثنين على سهره. ايه راي حضرتك؟ هتكسفها؟ متشكر قوي. مع السلامه. سينو سيفاليدس كاني سينو بسلا تشوبس ساركوفاجا يو. بقى بالذمه دي طريقه مذاكره. كان يوم ما هبب يوم ما خدتك معايا ليله راس السنه. هتخليني احرم اخدك معايا سهرات بعد كده. اللي محيرني اني بقى لها يومين ما اتكلمتش. لازم في حاجه. اكيد فرقعتك يا سيدي واديتك زومبا اليوناني. الو. ايوه منى. ازيك؟ طمني عامل ايه؟ على العموم الملازم الجديده ظهرت وسلمتهم لك. تحب ابعتهم لك مع حد؟ لا مش مهم. اباخدهم منك في الكليه. لا مؤاخذه منى اصلي مشغول شويه. مع السلامه. ايه ده؟ مش عيب يا بني ادم تكلم منى بالشكل ده؟ خلاص نسيت العشره القديمه؟ ما احنا كده يا بني ادمين. سبيش يا البروبلم. الو؟ الاستاذ كمال موجود؟ خرج؟ طيب لو سمحتي ممكن اتكلم المدام؟ خرجت مع البيت. راحت معاه الحته اللي اسمها في الاخر فيه نون. ايوه الشلاتون. طيب متشكر. سهرانة في الشيراتون. ده كتير قوي. تخرج مع جوزها من غير إذنك دي تبقى خيانة. يا هناء دي مش طريقة. مش عايزين اللي بنيناه في سنين يهدوا في ثانية. وأنا عملت حاجة مكشرة من غير مناسبة. هتخلي سعفان بيه يفتكر إننا متضايقين من عادته. أنا قلت لك قبل ما نيجي إني تعبانة. يلا نقعد. يلا. ميرسي. واحد ويسكي. مزيكا حلوة أوي. أه تمام. أنا زعلتك في حاجة يا هناء؟
لا ابدا. امال ليه بتهربي مني؟ تديني مواعيد وما تجيش. مش قلت لك بيراقبنا؟ مش باين. انا حاسس ان في سبب تاني. لا ابدا مفيش. الرميل دخل في عينيا. عن إذنك. إيه اللي جابك هنا؟ عايز أعرف. ما جيتيش ليه؟ ما اتكلمتيش ليه؟ هقول لك كل حاجة بكرة. على ما تلاقي حجة تقوليها لي. خص عليك يا أحمد. ومين ده اللي ترقص معاه؟ ده سعفان بيه المدير العام. وليه يسهر معاكم المدير العام؟ يا احمد اهدى بلاش فضايح. هبقى اشرح لك كل حاجه بكره. استنيني الصبح في الشقه. اعملي حسابك لو ما جيتيش مش هتشوف وشي بعد كده. مين ده اللي كنت بتكلمي؟ ده ابن خالد سميحه. كنت قابلته عندها في المحل وعرفتني بيه. يلا يا كمال. خروجنا جه فجأة، المدير العام صمم يعزمنا على السهرة، كنت هعمل إيه؟ وصمم كمان إنك ترقصي معاه وتحضنيه؟ أنا ما كنتش حضناه. أنا شفتك بعينيا حضناه، كنت حضناه زي ما بتحضنيني بالظبط. يا أحمد أنا بحبك، عارف يعني إيه بحبك؟ يعني كل دقيقة وكل لحظة بفكر فيك، وأنا سهرانة معاهم بتبقى أنت اللي معايا. ايدك اطمن من ناحيتي. مش عايزك تشك فيا ابدا. فكر بس انك تنجح. مش عايزه حبك ليا يشغلك عن مستقبلك. مستقبلنا احنا الاثنين. مبروك. الله يبارك فيك. هو نجاح صحيح على الحروك روك، انما التقدير مقبول ممكن يوديني الصعيد. ولا يهمك، انا هروح معاك اي مكان. يلا بينا. يلا. بنفسجي دي يا اسطى.
كمال بيحبك. أمال ليه مش عايز يطلقك؟ خايف للطلاق يأثر على مركزه. مش فاهم. اتنين ما بيحبوش بعض والأكتر من كده بيكرهوا بعض، ايه اللي يخليه يرضى بالوضع ده؟ انت مش فاهمتي انك بتحبي حد تاني؟ ايوه. خلاص، عايز انا اروح اكلمه؟ لا يا احمد، سيب لنا الحكايه دي، انا هكلمه لاخر مره، واذا ما وافقش اوعدك اني احسب له البيت. هلا، كنت فين؟ يا من امتى بتسألني؟ كنت عند سميحة. يا سميحة ساكنة في شارع الجبلاية نمرة 13؟ انت بتراقبني؟ كنت مع الواد بتاع الشيراتون؟ ايوه. وإن كان مش عاجبك طلقني. يا ست، لما تظبط بتخون تطلب الطلاق؟ أنت بتتكلم عن الخيانة دلوقتي؟ ما بتتكلمش عن سعفان ليه؟ ولا عايز تفهمني إنك مش عارف؟ خلاص. لما الخيانة تكون في مصلحتك ترضى بيها، غير كده لأ. أنا بقولها لك أهو، دي واحدة من النهاردة مش عايش معاك. من غير سبب كده تطلب الطلاق؟ من غير سبب. لا زعلتها ولا زعلتك؟ ابدا. لا، انا بعيال، انا اجي اصالحكم مع بعض وهديلك اعصابها. اكون شاكر اوي. يا سلام، ده واجب. اهلا سعفان بيه. ايه هنا هانم ده؟ كده تخضينا؟ اتفضل. حد يزعل من كمال؟ هو عارف أنا عايزة إيه؟ طلاق؟ أيوه. يا شيخة، بعد 7 سنين جواز تطلبي الطلاق؟ تهدي في لحظة بإيدك اللي بنيتوه سوا؟ أنا متنازلة له عن كل حاجة بس يطلقني. معقول ده؟ يا عمرو. سعفان بيه ما تحرجنيش. نعم يا أنكل. أنت مزعل ماما ليه؟ أنا بحبها، بحب ماما، بحب بابا. يلا روح بوس ماما. وانت كمان يا كمال، يلا بوس راسها. يلا يا بابا عشان خاطري. يلا. مساء الخير. مساء الخير. جالي جواب التعيين. ألف مبروك يا ابني. طمني، اتعينت فين؟ في الفيوم. الفيوم؟ ما هو لو كنت انتبهت لنفسك شوية كنت اتعينت في مصر مش في الفيوم. العبي العبي. معلش، على العموم الفيوم قريبة. ألف مبروك يا حبيبي. هتوحشني يا أحمد. وأنت كمان. حبيبي كان نفسي تيجي معايا. يا ريت، مش عارفة هعمل ايه من غيرك. أنا هبقى أجيلي خميس وجمعة، وإن قدرت أزوغ وسط الأسبوع هزوغ. Thank you.
سرحانة في ايه هناك؟ مفيش. ازاي بقى؟ من ساعة ما جينا ما قلتيش كلمتين على بعض، معانا ومش معانا، دايما سرحانة. تحبي تسافري اوروبا اسبوع، 15 يوم، او تغيري جو؟ متشكر يا سعفان، انا كويسة هنا. نفسي نرجع زي زمان، تكلميني ونتقابل. من فضلك الدكتور احمد الاقيه فين؟ اتفضلي يا هانم. ادخل. اعملي التحليل الاول وبعدين ابقى اشوفها. بعدين اشوف. مع السلامه. انا احمد. وحشتني قوي. ادخل. لو سمحت دكتور رأفت عايز حضرتك. طب انا جاي لحالي. انا حبيبي. ادخل. المريض في اوضه 13 عايز حضرتك. طب انا جاي لحالي. المستشفى هنا زحمة قوي. أنا هستناك في البيت عندك. عندي في البيت مش ممكن هنا. هنا كلهم عارفين إن أنا مش متجوز. والفيوم غير مصر. الإبرة لما تترمي يتسمع لها صوت. قول إني قريبتك، خطيبتك، أي حاجة. لا حبيبتي، خطر عليكي وعليا أنا كمان. وعايش لوحدك؟ طبعًا. مين بيخدمك؟ بينظف لك البيت، بيغسل لك هدومك. واحدة ست كبيرة في السن. بتاكل فين؟ الظهر في المستشفى وبالليل في النادي. وبعد النادي بتسهر فين؟ في النادي برضه. هو في غيره؟ بتفرج على التلفزيون والساعة 10 بيتك بيتك. أنا مضطر أسيبك دلوقتي عشان أقابل حضرة العمدة. أنا راجع لك حالا. يبقى عندك واحد زي سعفان وتحتار الحيره دي؟ ده راجل له مركزه ومعارفه كتير في كل حته، ينقلهولك مصر في 5 دقايق. مش معقول يا سميح، بقى انا بتهرب منه اقوم اكلمه؟ يا بنتي الغايه تبرر الوسيله، كلميه ولا يهمك. هي نمرته كام؟ يعني لولا موضوع الدكتور قريب سميحه صاحبتك لا كنت اتكلمتي ولا شفتك. اصل الحقيقه الدكتور جديد وجت تعينه في الفيوم، بعدين ظروفه العقلية ما تسمحلوش يبعد عن أهله. قامت سميحة ترجتني عشان أوصيك. هتكلم له حد؟ طبعا طبعا. يا ترى هتغيبي عني تاني؟ حسب ظروف يا سعفان. مفهوم مفهوم. ممكن اتكلم في التليفون؟ اتفضل. الو؟ مين يا فندم؟ ايوه يا فندم موجود. تليفون عشانك يا ستي. مين يا دادا؟ ما قالش. طب روحي انت يا دادا. حاضر يا ستي. الو؟ حملت. الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ بكلمك من محطة، لازم اشوفك دلوقتي حالا.
عندي ليك خبر هاي. ايه هو؟ قول. طب نتقابل بعد نص ساعة؟ أنا سميحة. يا احمد يا ريت. لا لا. نعم يا سيدي. حضري الغدا بسرعه. حضرتك مش هتستنى الست؟ هي لسه ما رجعتش من النادي مع عمرو. عمرو نايم فوق. من راحت فين؟ ما قالتش يا سيدي. جالها تليفون من واحد اسمه احمد وخرجت على طول. سعيدة يا كمال. هلا. هو الدكتور أحمد مش ناوي يبعد عنك ولا إيه؟ أول مرة عدتها لك على خير عشان خاطر الولد. قلت مفيش داعي نخرب البيت اللي بنيناه سوا. كمال، أنا قلت لك طلقني. تفتكري لما هطلقك هيتجوزك هو؟ أيوه. وهيعيشك بال 17 جنيه اللي بياخدهم؟ كمال، الأمور اللي زي دي عايزة الصراحة. صحيح أنا عايشة دلوقتي عيشة تحسبني عليها ستات كتير، لكن أنا مش راضية عن نفسي. مش دي الحياة اللي كنت بحلم بيها ما اتجوزتك؟ بس سعيدة إنك تضحي بالفيلا والعربية والمصروف اللي بتاخديه كل شهر. أنا فكرت في كل حاجة من زمان ومصممة على الطلاق. راجع تاني تطلب الطلاق؟ أنا مش لسه مصالحكم؟ بصراحة الحياة معاها بقت مستحيلة. أنا اتغيرت قوي يا سعفان بيه. فهمتوا مع بعض؟ شفت ايه اللي مزعلها؟ حاولت كتير مفيش فايدة. بلغني أخيرا إن في واحد بيزن على ودانها عشان تطلب الطلاق. مين؟ دكتور لسه متخرج جديد. دكتور؟ عرفت اسمه؟ أيوه. اسمه أحمد فؤاد. أحمد فؤاد؟ أيوه. وانا قررت اطلقها. ايه ده؟ انت جننت يا كمال؟ حد يهدم حياته بايده؟ الطلاق يضرك ويأثر على وظيفتك في الشركه. الشبشره والمسائل الشخصيه دي تأثر على مركز الانسان. تخليك عاقل. سيب لي الموضوع ده. والاخراني ده قبل الاكل ثلاث مرات. دكتور احمد سيد المدير عايز حضرتك. صباح الخير. اهلا دكتور احمد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. مبسوط في القاهره؟ الحمد لله. عظيم. بقى يا سيدي انت عارف طبعا اننا بنبعت بعثات كل سنه لاوروبا من بعض الدكاتره المتفوقين. اسمك ضمن الاسماء المعروضه عليا. ايه رايك؟ والله يا فندم ده شرف عظيم. مش عارف اقول لستك ايه. ما تقولش حاجة. جهز نفسك للسفر في أقرب وقت. متشكر يا فندم. في حاجة يا دكتور أحمد؟ لا بس أصلها كانت مفاجأة بالنسبة لي. وخصوصا إن لسه منقول من الفيوم. نعمل إيه بقى؟ وصيتك غالية علينا. سعفان بيه زميلي من ابتدائي. سعفان بيه؟ لسه كان بيكلمني من شوية عشان يطمن عليك.
ايوه. الدكتور احمد فؤاد عايز يقابل حضرتك. مين؟ الدكتور احمد فؤاد. خليه يتفضل. اهلا دكتور احمد. حضرتك تعرفني يا سعفان بيه؟ لا ما سبقليش الشرف. محدش كلمك عني؟ مش فاهم. حضرتك وصيت عليا وخليتهم ينقلوني مصر؟ فعلا افتكرت دلوقتي. اقدر اعرف اسم الشخص اللي طلب منك تعمل كده؟ يهمك في ايه؟ عشان على الاقل اقدر في يوم من الايام ارد له الجميل. مش من حقي اقول لك مين، لان الشخص اللي بتتكلم عنه ده يمكن مش عاوز حد يعرف اسمه. سعفان بيه مفيش داعي نخبى على بعض. الشخص ده نعرفه احنا الاثنين، هناء، مش كده؟ عشان تستجيب بسرعه لطلب زي ده اكيد هناء دي عزيزه عليك قوي. انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ انا بلغني كلام كتير يا سعفان بيه. لنفرض لما طلبت منك تنقلني يا سعفان بيه قالت لك اننا بنحب بعض؟ والله انا ما بتدخلش في عواطفها الشخصيه. كل اللي اعرفه انها ست محترمه ومتجوزه، وان في شخص بيحاول انها تتطلق وتسيب بيتها. عشان كده عايز تبعدني عن سكتها وتسفرني بعثه. هي اللي وصيتك تعمل كده يا سعفان بيه؟ يا ابني انا اللي عايزك تختفي من حياتها. هناء اتعودت تعيش على مستوى معين انت مش هتقدر توفره لها. النهارده بتحبوا بعض وهي مستعده تضحي بكل الحاجات دي، لكن الحب ده مش هيدوم الى الابد. وقدام المشاكل اللي هتواجهكم هتبتدي الخلافات، هتبتدي هي تلومك على انك حرمتها من العز اللي كانت فيه. اسمح لي تسيب الهدوم؟ الزوجة الخاينة ملهاش الحق في أي حاجة. مفاتيح العربية. استنى عندك. ولا حتى تشوفي الولد. اللي تطلب الطلاق تضحي بكل حاجة. روحي له بقى بطولك. كمال بيه موجود؟ أيوة يا فندم، اتفضل. على فين يا هنا هانم؟ خلاص يا سعفان بيه، هي بقت حرة. كمال أنا اتحررت بنفسي عن الموضوع واكتشفت إن أحمد هو اللي كان بيعكسها. معلوماتك طلعت غلط وهناء مظلومة. لا يا سعفان بيه، أنا مش مظلومة. أنا فعلا غلطت وقدامي فرصة إن أصلح غلطتي وأعيش حياتي، الحياة اللي بتتمناها أي ست مع الإنسان اللي بتحبه. استني. سيبها يا سعفان بيه. أحمد، خلاص يا أحمد بقيت حرة. بس زليني، زليني قوي وما رضيش يديني الولد. لكن أنا من حقي أرفع قضية وأخده في حضانتي ونعيش كلنا في بيت واحد ونخرج سوا قدام الناس من غير ما نتقابل في السر كأننا بنرتكب جريمة. إحنا دلوقتي ناخد شقة على قدنا وبمهنتك نرتب عشتنا. أحمد مالك؟ ما بتقولش حاجة يعني؟ أفتكر إن حلمك ده مش هيتحقق. ليه؟ معروض عليا أسافر بعثة لأوروبا. ألف مبروك يا حبيبي،
ولا تشيل هم، هسافر معاك واشتغل هناك اي حاجه. عارفه مين اللي تكرم وزكاني عشان اسافر؟ مين؟ نفس الشخص اللي نقلني من الفيوم لمصر، سعفان بيه، المدير العام اللي كان بيرقص معاكي. ليه تخدعيني طول المده دي؟ تخليني احبك وتقولي انك بتحبيني وانتي على علاقه بشخص تاني؟ ابدا يا احمد، انا من يوم ما عرفتك كنت ليك انت بس. ما تحاوليش تكذبي تاني، انا قابلته بنفسي، طلب مني ابعد عنك. ليه؟ منين يعرف علاقتي بيكي؟ انت اللي قلتي له. ابدا ما بقتش فاهمة حاجة، كل اللي عملته اني وصيت عليك، نقلك من الفيوم عشان نبقى جنب بعض، واللي عملته ده عشان بحبك. الحب هو اللي يرفع من كرامة الإنسان، مش اللي يحط منها، وأنت ضيعت كرامتي. أحمد، أنا كل اللي عملته ده عشان بحبك، عمري ما قصدت أجرحك أو أقلل من كرامتك، أرجوك تفهمني. عايز أنا أفهم إيه تاني؟ كان ليك علاقة بسعفان بيه ولا لأ؟ كان بيصرف عليك ولا لأ؟ أيوه، بس الظروف هي اللي خلتني اعمل كده. عندي ظروف. تاكسي. احمد ما تسيبنيش، انت كل املي في الحياه، انا دلوقتي ماليش غيرك انت في الدنيا. كان نفسي اقف جنبك يا احمد، انا بحبك. وانا كمان بحبك، لكن مش هقدر انسى اللي حصل، هيفضل دايما بينا.